السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر سليم، مؤسس بماريبيا. اشتغلت فترة في مجال المقاولات وفترة في مجال الاستشارات، اشتغلت فترة بالأوتوكاد، وبعد كده عرفت إن في نظام اسمه البيم فجربته فحبيته، فمن ساعتها يعني سبت الأوتوكاد. يعني ما بشتغلش مشروع بالأوتوكاد، بس أكيد في كل مشروع بحتاج إن أنا أفتح الأوتوكاد، ممكن قبل المشروع، ممكن أثناء المشروع، بعد المشروع، بس الأساس بتاعي هو إن أنا بشتغل ببرامج البيم. البيم هي Building Information Management، إدارة معلومات المشروع. واحدة واحدة هنبدأ نتعرف عليها بإذن الله. طيب، هل معنى إن أنا البيم مو... إن إن أنت اشتغلت على برامج البيم إن أنت مش هتستعمل أوتوكاد؟ هتستعمل أوتوكاد بس في حالات معينة، تمام؟ يعني إيه في حالات معينة؟ يعني مثلا صدرت الشغل بتاعك من الريفت للاوتوكاد، هتحتاج ان انت تدخل تتاكد، تعمل تشيك وتعدل حاجه. ممكن تجي لك اللوح موجوده اوتوكاد ويقول لك حولها بيم، فهتحتاج ان انت تفتح ملفات الاوتوكاد وتعدل المشاكل اللي موجوده فيها. فاكيد هتحتاج ان انت تشتغل بالاوتوكاد، يعني لازم تتعلم الاوتوكاد. مش محتاج ان انت تتعلم كل حاجه في الاوتوكاد، بس محتاج ان انت تتعلم الحاجات اللي انت محتاجها. يعني محتاج الطباعه، تعلم الطباعه، محتاج اليونت، تتعلم اليونت، تتعلم الحاجات الاساسيه، ودي تعرفها من شغل. وانت شغال تلاقي نفسك عرفت امر امرين. يعني الاوتوكاد تقريبا يعني يقول قول مثلا 10,000 امر، مش هتعرف ال 10,000 امر، ممكن تعرف 5 اوامر 6 اوامر اللي انت تحتاجهم في شغلك. طيب، لو انا جات لي شغلانه اوتوكاد ومش لاقي شغل بيم، اشتغل، تمام؟ ما تقعدش عاطل، ما تقعدش في البيت، لا، انزل الشغل، هتفهم السيستم نفسه بتاع الشغل وهتتعود على جو الشغل، وحاول مثلا بالليل تتدرب شويه على البيم. ممكن الشركه بتاعتك تحول بيم، ممكن يجي لكم مشروع بيم. الفكره انسى فكره العطاله او ان انت تقعد لحد ما تلاقي الحاجه اللي انت راسمها في دماغك، لا، انزل اشتغل وانزل جرب وهكذا، تمام؟ لازم كلنا ننزل السوق، وفي معلومات كتيره هتكتسبها وخبره عمليه وتستفاد من الناس اللي اكبر منك ان شاء الله. هل البيم هو الريفت؟ لا، البيم هو النظريه او الفكره، وفي برامج كتيره بتطبق الفكره ديت، منهم برنامج زي برنامج الريفت. بس البيم اكبر من الريفت بكتير، في حاجات كتيره جدا في البيم الريفت ما يقدرش يعملها لك. في برامج ممكن تغنيك عن الريفت، يعني ممكن واحد يبقى شغال بيم 100% وما بيشغلش ريفت خالص وما بيفتحوش. انا قابلت ناس كتيره كده بيشتغلوا ببرامج تانية خالص، وبرامج قويه ومقضيه غلط. برنامج اركيكاد من البرامج القويه جدا في الريفت المعماري، تمام؟ طيب، دلوقتي مثلا هل انا اقدر اشتغل على ريفت اوتوماتيك او مباشره من غير ما يكون عندي لوح اوتوكاد؟ مفيش اي مشكله خالص. الريفت ينفع برنامج اساسي ان انت بتروح فاتحه وتبدا تصمم عليه شغل المعماري والانشائي والكهروميكانيكال وكل حاجه، مش لازم يجي لك لوحه اوتوكاد. بس لو انا جات لي لوحه اوتوكاد، اضطر ان انا افتح الاوتوكاد وابدا افهمها واستوعبها وابدا اسحبها عندك في الشغل بتاعي وابدا اشتغل عليها، تمام؟ فمن ناحيه ان انت تقدر تبدا مشروع من الزيرو، ينفع. طب لو انا جات لي لوح، اقدر اللوح دي واخده ابروفال، يعني البلديه موافقه عليها، ما ينفعش ان انا ابتكر لوح جديده، لازم ابدا افهمها واستوعبها وابدا انقل منها للشغل بتاعي. طيب، وليكن مثلا هنفتح لوحه من لوح المشروع اهو ده على الاوتوكاد. لازم تبدا تفهم المشروع جاي ازاي. نخلي بالنا ان انت في الاوتوكاد كل لوحه منفصله عن بعض، يعني ايه اللي يعرفني ده بيزمنت وان ده جراوند؟ مفيش حاجه تعرفني، تمام؟ يعني انت بقى بتتخيل ان اللوحه دي فوقها اللوحه دي، طب ايه المشترك بينهم؟ السلم اهو، انا هطلع من السلم دوت هلاقي نفسي هنا، فتبدا تستوعب الشغل هيبقى عامل ازاي، السلم ده والسلم ده، تبدا تربط بينهم، تبدا تشوف الواجهات، تبدا تستوعب الحاجات ديت. الحاجات دي مالهاش اي معنى، بتعمل سيلكت ما بيدخلكش عليها، تمام؟ الاليفيشن ده مالوش اي معنى. في ريفت ليه؟ يعني الكلام اللي انا بقوله دلوقتي هو مش تلقيح كلام، بس عشان لما تروح للريفت تفهم الفرق الكبير، ان لا، في مزايا كتيره جدا ما كانتش موجوده في البرامج اللي قبل كده. النقله من الورق للكاد نقلة كبيرة جدا، بس النقلة الأكبر كانت من الكاد للبيم، نقلة قوية جدا. طيب، ده احنا كده فتحنا لوحة الأوتوكاد. مش لازم تفهم كل الأوامر، يعني كل الأوامر دي مش لازم تفهمها، تمام؟ لو فهمتها يبقى أفضل. لو أنت عندك إمكانية إن أنت تفهم الاتنين، ده هيزود من قيمتك في أي شركة،
ان الراجل ده بيعرف يشتغل ده بيعرف يشتغل ده، بس اندر دوت انت لسه بتتعلم في ريفت، ممكن تعرف بس الاوامر اللي انت ممكن تحتاجها، نعرف بس شكل البرنامج، نعرف الطباعه ازاي، نعرف اللي تفتحه ازاي، هكذا. تمام، ممكن تبدا هنا تقول له مثلا نيو تفتح حاجه جديده، ممكن تقول له اوبن وتبدا تشوف اللوحه بتاعتك موجوده فين وتقول له انا عايز افتح اللوحه ديت، ممكن تفتحها ريد اونلي لو انت خايف ان انت تعدل حاجه من غير ما تقصد، اللوحه دي مثلا بتاعت انشائي وانت معماري، فايه اللي يخليك تعدل فيها؟ مش غلسه ولا حاجه، فتبدا تقول له لا انا عايز ريد اونلي، ممكن تقول له بارشيال يعني هفتح جزء، هفتح بعض الليارات، هفتح جزء معين من اللوحه وهكذا. طيب دلوقتي عندك اللوحه ديت، ده عندك مثلا البيزمنت وعندك الجراوند. طيب اللوحه دي بالمليمتر ولا بالمتر ولا لو قلت ان انا هشوفها من خلال اليونت للاسف مش صح. ليه مش صح؟ لان انت ممكن تخلي هنا دي بالمليمتر والشغل بتاعك كله تخليه بالمتر او بالبوصه او بالانش او باي حاجه خالص مش هيعترض، عكس في الريفت لو انت حددت وحده القياس خلاص هي وحده القياس دي ثابته، انما هنا لا لازم تبقى عارف ان ممكن تكون وحده القياس دي من المليمتر وانت راسم باي حاجه. تمام، طيب اعرف مين؟ اعرف بان انا مثلا عارف ان الباب ده مثلا متر ونص مثلا حاجه زي كده اهو، متر ونص فعلا. تمام خلاص اس 2 عرفت ان ده متر ونص. تمام 1500 دي يعني متر ونص، يبقى احنا هنا بنشتغل بالمليمتر وهكذا. تمام دي مثلا المسافه من هنا لهنا انت عارف ان الطرقه دي مثلا 2 متر 80. تمام خلاص يبقى احنا كده عارفين ان وحده القياس بتاعتنا، يبقى احنا كده فهمنا احنا شغالين بايه. اوكي طيب دي عبارة عن بلوكات. طيب لاحظ البلوكات هنا مجرد ان انت بتعمل عليها سيلكت ما بتتفاعلش مع اللي جنبيها، يعني مثلا الباب اهوت، خلينا نشوف الباب ده، ده بلوك اهو، لو انت عملت له ديليت ما عملش حاجة ما فرقش معاه، انما في البيم لما تلغي الباب بيكمل حيطة، هو العملية عملية حقيقية ان في حيطة كاملة حطيت الباب هو بيقطع مكان الباب. تمام طيب المفروض بنعمل ايه؟ المفروض بنبدا ندرس المشروع ونشوف الابعاد بتاعته ونفهم، مجرد انت مش هتدخل ترسم وخلاص، لا انت لازم تبقى فاهم الحاجات، لو في حاجه معلومه ناقصه تبعت تطلبها وهكذا. طيب هنا هتلاقي ان انت تقدر تشوف مثلا، تقدر تقول له انا عايز اشوف من التوب، عايز اشوف من الجنب، دي بتساعدني في ان انا اتنقل وبالذات لو احنا شغالين في ال 3D. طيب في عندي حاجه اسمها الليارات. تمام احنا مش هنشرح الاوتوكاد، مش هتوكاد، بس في حاجات اساسيه لازم تبقى عارفها في الليارات. الليارات دي لما تدوس عليها بيبدا يقول لك الليارات اللي موجوده في اللوحه. تمام تبقى عارف ان في لير للدور وفي لير للحيطه وهكذا. خلي بالك ان انت ممكن تحط حاجه مش على اللير بتاعتها مش هيعترض في البيم، لا ما ينفعش مستحيل كل حاجه تحط على اللير بتاعتها. تمام دي الليارات، وهنا بيقول لك اون واوف يعني تظهر وتختفي زي ما انت شايف، كل ما ندوس على لير بيختفي هنا. وبعد كده عندك تبقى متجمده ولا لا، يعني ما ينفعش حد يعدل فيها، تقفلها، تتبع ولا ما تتبعش، دي علامه الطباعه ولا عدم الطباعه. وبعد كده الكلر تقدر تختار لون للحاجه ويبدا يعدل اللون ده موجود هنا. طيب لو انا عايز اعرف معلومه عن اي خط، يعني مثلا الخط دوت عايز اعرف المعلومه عنه، اول ما تعمل سيلكت هو بيبدا يجيب لك موجوده في ان اللاير والحاجات دي كلها. لو انت عايز تعرف معلومات اكتر هتقول له ال اي. تمام هيقول لك بقى ان ده نوعه اللاين خط واللاير موجوده اهيت والسبيس والكلر واللاين تايب والفروم بوينت وهكذا. طيب لو عايز تعرف معلومات اكتر ممكن تدوس كنترول 1 يبدا يجيب لك معلومات وخصائص زي ما انت شايف. طيب لو انا عندي كذا كذا دور او كذا لوحه في نفس اللوحه، المفروض عشان ادخلهم جوه برنامج البيم زي برنامج الريفت ابدا افصلهم عن بعض. تفصلهم عن بعض ازاي؟ ممكن تعمل سيلكت كده وتقول له دبليو بلوك. دبليو بلوك يعني ايه؟ يعني هياخد دي كلها ويحطها في لوحه منفصله. فبيقول لك انت عايز بلوك، يعني ايه بلوك؟ يعني انت تختار بلوك من البلوكات زي الحيطه الباب مثلا تبدا تختارها او كار يبدا يصدرها لك لوحدها، او عايز اللوحه كلها تصدر، او عايز اوبجكت. طب انا عايز اوبجكت اقول له سيلكت اوبجكت وابدا اختار الحاجه اللي انا عايزها بالشكل دوت وادوس انتر.
بيج بوينت. يعني ايه بيج بوينت؟ يعني نقطة الزيرو زيرو هتبقى فين. طيب دي بقى بنختارها لازم تبقى ثابتة مع كل اللوح، تمام؟ يعني ممكن نختار مثلا نقطة مثلا زي هنا أو هنا، تمام؟ لازم نحدد نقطة معينة تكون عمود مثلا طالع معانا لحد فوق، وهو ده اللي هيبقى أساسي معانا، وليكن مثلا النقطة دي. أو ساعات بنختار مثلا السلم كده، نختار مثلا نقطة من السلم دوت. ليه؟ لأن المفروض إن السلم هيطلع معايا ثابت، مش هيكبر ولا يصغر ولا الحاجات دي، تمام؟ أو بختار التقاء الجريد مع الجريد، يعني ممكن أقول له إيه النقطة بتاعتي الـ A والـ 01 هي دي النقطة بتاعتي، تمام؟ بنتفق عليها ونروح مسميين ده مثلا بيزمنت، تمام؟ وتختار وحدة القياس اللي أنت هتشتغل بيها، تمام؟ يبقى أنا كده صدرت اللوحة دي لوحديها. وممكن نبدأ نعمل فلتر، ممكن نشيل بعض الليارات، نقفل الليارات قبل ما نصدر، بحيث ان انت في ليارات انت مش محتاجها. يعني في البيم هو اصلا كده كده مش محتاج ان انت تديله دايمنشن، فممكن تلغي الدايمنشن، بس لازم بخلي الجريد. ليه بخلي الجريد؟ لان ده هيبقى ثابت معايا في كل اللوح اللي هتيجي بعد كده. طيب ممكن بعد كده تيجي بقى على الملف اللي جنبيه وتعمل نفس الفكره، تعمل سيلكت كده، تمام؟ وتقول له W بلوك، وتختار برضو نفس النقطة اللي انت اخترتها هناك، وتختار select object، وتبدأ تختار الاسم اللي انت عايزه. ده لو حصل ان هم كلهم موجودين في نفس المكان. طيب ساعات بتبقى في لوحة واحدة بالشكل دوت اهو، بس لما تصدرها في الريفت بتحصل مشكلة، وهنقول لكم على المشكلة دي سببها ايه. سببها ان بيكون في حاجة طايرة، يعني انت عمال تبص كده في حاجة طايرة بس انت مش شايفها. طيب اعمل ايه؟ الزرار اللي في النص، البكر في النص، دوس عليها مرتين هيبدا يعمل لك زوم، هتلاقي عناصر طايره تبدا تعمل عليها سيلكت وتدوس ديليت، او حاجه تانية. حاجه تانية ممكن تعمل ايه؟ انا عايز اعمل سيلكت على كل حاجه، هقول له كنترول ايه. كنترول ايه عمل ايه؟ سيلكت على كل حاجه حتى العناصر البعيده، كنترول 1 كده انا عملت على سيلكت على كل حاجه في المشروع. وبعد كده هدوس شيفت، يعني بقول له انا عايز كل حاجه ما عدا دول، خلاص كده وعمل سيلكت على كل حاجه ما عدا العناصر دي، واقول له ديليت، لغالي كل حاجه ما عدا اللي موجوده هنا، تمام؟ ليه؟ ساعات لما بصدر بتكون في حاجات بعيده، فالريفت ما بيقدرش يستوعبها، والريفت ليه حدود معينه، ما بيدخلش الحاجات اللي هي البعيده، تمام؟ فبيحصل مشكله في اللوحه. ساعات بيكون المشروع كبير فبنضطر ان احنا نقسم اللوحه على 5 6 مرات عشان نقدر ندخلها، ده لما يكون مشروع ضخم جدا جدا يعني، تمام؟ عندنا هنا الاكس والواي، ممكن تعمل سيلكت وممكن تنقل الاكس والواي من هنا مثلا لنقطه مثلا زي هنا، تمام؟ طيب ما اتنقلتش، تيجي هنا وهتلاقي حاجه اسمها موف اند الاين، تقدر تنقل اللوحه تنقلها بالشكل دوت اهو. طيب ممكن تيجي هنا وهنا، هتدوس رايت كليك وتقول له يو سي اس ايكون سيتنج شو يو سي اس ايكون ات اوريجن، هيبدا ينقلها لك هنا، تمام؟ ده لو انت عايز تبقى عارف فين النقطه الاكس والواي بتاعتك. طيب ساعات بنلاقي الفونت ضارب، الفونت مثلا ممكن يكون عربي بشمالي حاجه زي كده، فازاي احط التفاصيل بتاعتها؟ ممكن اعمل سيلكت كده واقول له ال اي عشان افهم المعلومات، ده مثلا الستايل بتاعه ستاندرد مثلا، الفونت فايل بتاعه تكست وهكذا. طيب انا عايز اخش اعرف ده الفونت بتاعه ايه وهكذا، فبروح لانوتيت وادوس على السهم دوت، بتطلع لي القائمه دي، ده الستايل وده الفونت، الستايل اهوت وده الفونت بتاعه، فالستايل دوت تي اكس تي دوت شيب، تمام؟ ده خط من خطوط الاوتوكاد، دي خطوط الويندوز العاديه، ده خط ويندوز ده خط ويندوز، الشيب ده خط من خطوط الاوتوكاد. طيب اعرف منين او احط فين احط فين الخط دوت؟ الخط ده اكتب اسمه، خد كوبي بيست دور عليه على جوجل، هيطلع لك مواقع كتيره جدا بتقول لك حمل الخطوط ديت، فمفيش اي مشكله فيها. طب احط في انهي فولدر بقى؟ طيب كونفج، تمام؟ كونفج كونفجريشن يعني، وتروح هنا لفايل، هتلاقي حاجه اسمها سبورت فايل سيرش باس، يعني هنا المسارات ديت هو اللي بيدور فيها، فانت ممكن تاخد الحاجه دي وتحطها في الملف دوت. طب انا عايز اعمل واحد جديد احط فيه الملفات الفونتات اللي انا لسه محملها، هقول له اد اهو المسار دوت، تقول له براوز، وتقول له باخد الملفات دي من الدي. اشمعنى من الدي؟
على اساس لو حصل حاجه للسيد فرمت او كده تبقى النسخه موجوده عندي، ما حصلوش حاجه خالص. فهتروح على دي في الفولدر دوت، هتلاقي الفونتات، كل اللي عليك تعمل سيرش على جوجل على الفونت اللي ناقص وتاخده تحطه في الفولدر دوت. طيب لو انا عندي الفونت موجود فونتين باسمين بنفس الاسم مرتين، يعني موجود مثلا اسمه ايه عرب، موجود هنا وموجود هنا، هياخد الاولاني. ما دام خد الاولاني مش هيدور، يعني هو لو لقى حاجه في اول فولدر خلاص بياخدها ويحملها معاه، لو ما لقاهاش بيكمل لحد ما يلاقيها ويحملها، لو ما لهاش خالص مش موجوده في اي ملف من الملفات دول خلاص بيبقى في نقص فيها، بيبقى بيعرضها بشكل سيء او بشكل غلط. تمام، دي فكره الاوتوكاد. لو جينا بقى نخش مثلا، خلينا نرجع لقائمه كونفيج. طبعا القائمه دي من القوائم القويه جدا، خلينا نمر عليها كده مرور كرام. هنا مثلا عايز الواجهه تبقى سودة او فاتحه شويه، تمام. الخلفيه بتاعت الاوتوكاد سودة والخلفيه بتاعت الريفت بيضه، تمام، فبتعمل فرق شويه، فاحنا هنخلي بالنا من النقطه ديت وهنتكلم عليها ان شاء الله بعد شويه. المؤشر اللي هو بيمشي دلوقتي اللي هو دوت، لاحظ ان هو مثلا صغير شويه، فعشان محدش يعمل معاه بتكبر السايز زي ما انت عايز، ده بالشكل دوت. هي بعض الاعدادات البسيطه اللي بتسهل عليك الشغل. هنا بيقول لك دي بقى المهم قوي، لو انا شغال على ملف ريفت وعملت سيف، يسيف على انهي اصدار؟ طبعا خليها 2007. ليه؟ لان ممكن انت تبعتها لحد وما يشتغلش معاه، يقول لك انا ما عنديش 2018، ما عنديش، انا شغال على اوتوكاد 2010، فخليها 2007 خلاص ما تنزلش. ولا يعني ممكن 2007 2010 ماشي تمام، الا لو انت واثق ان كل الشركه شغاله مثلا 2018 او كده ممكن تختارها، انما انا بفضل 2007 او 2010. طيب هنا دي اعدادات الطباعه، تمام. مش هقدر اشرح كل حاجه عشان ايه الناس ما توشي، انا عارف الناس عايزه تدخل في الريفت. طيب خلاص هنقف، ولو احتاجنا حاجه في الاوتوكاد هنقولها.